السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل سمكة وتمشي في مسار زي ما حدد مع بعض دلوقتي. طيب اول حاجة هقول له من هوم انا عايز اعمل نيو وورلد ديسكارد وابدأ الشكل دوت. طيب عايز ابدأ ان انا ادي سمك للارض ديت، فهقول له دوس هنا واجي من الخصائص اقول ان انا عايز مربع. طيب المربع ده عايزه يكبر بحيث ان هو يبقى قد المساحة ديت، فهدوس للسهم اللي هو ناحية اليمين بحيث يبقى كبير بالشكل دوت، وادوس بالشكل دوت. طيب عايز اعمل بقى زي فتحة، فاجي هنا واقول له انا عايز اللي هو شكل دائري، وهدوس سهم الشمال بحيث ان هو يصغر، وبدوس بالزرار اليمين اساس يعمل الاوبننج بالشكل دوت. طيب عايز ابدا احط الميه، فاجي هنا واقول له ان انا عايز احط ميه، فابدا يحط الميه بالشكل دوت، ونقدر نعدل من خصائصها من السيتنج. طيب هاجي هنا هقول له ان انا عايز اضيف اوبجكت سمكه فلاي فيش. طيب هاجي هنا وممكن اقول له شينج سايز، واروح مغير السايز بتاعه بالشكل دوت. وممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اغير الارتفاع بتاعه بالشكل دوت لو زي ما انت عايز. طيب عايز اديله مسار، هقول له باص وهبدا ادوس هنا، دي هدوس هنا واقول له ديليت. انا عايز اخليها في قلب الميه اهي، اخر واحد ديت ممكن ادوس رايت كليك عليها وامسحها. طيب هيت. طيب هاجي بقى على سمكة واقول له ان انا عايز ابرمجها بروجرام، واقول له من مور هقول له اولوز بحيث انها تبقى عملية على طول، واقول له موف، فيقول لي الموف ده حسب ايه، ممكن تبقى فورورد او وندر عشوائي او امباص، واقول له كويكلي. طيب مجرد بقى ان انا ادوس اسكيب هتبدأ السمكة تمشي في المسار اللي احنا رسمناه لها، بتفضل تمشي بالشكل دوت. طيب ممكن نيجي على السمكة ديت ونقول له كوبي، ونيجي في أي مكان هنا ونقول له بيست، بحيث إن احنا يبقى عندنا سمكتين ومش محتاجين إن احنا نبرمجها، هي خدت البرمجة جاهزة، فيبدأ هما السمكتين يمشوا في نفس في المسارات بالشكل دوت. حصل خبط مع بعض وهما ماشيين في المسار.